السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات الموسيقية من بغداد من العراق، وأستاذ في معهد دراسات الموسيقية في بغداد. اليوم احنا عندنا أيضا اللقاء الثاني اللي هو البلدي، واللي لاحظة أمامكم في الصورة. طبعا قبل ما نبدأ نشرح الصورة أحب أشكركم وأشكر تعليقاتكم أصدقائي، وأتمنى دائما دعوة كثير من الأصدقاء للقناة حتى يستفادون من هذه القناة اللي تتحدث دائما باللغة الوسطى والقريبة عن الهاوي. أمامكم 4x4 وشرحناها في الدروس السابقة فوق العدد الفوق هذا العدد اللي هو العدد، وأسفل يكون النوعية. هذا الإيقاع يعني يبدي دم دم أستك، لاحظ أمامك دم دم أستك دم أستك أس. نقدر بعد ما عدنا احنا وأزفنا بالإيقاع راح نسمع أمامكم المثل. هاي مقطوعة عزيزة بعام 1955 للفنان الكبير محمد عبد الوهاب، واللي دم دم تك دم تك. هذا اللحظ أمامكم اللي هو دم دم تك دم تك دم دم تك دم تك. هذا اللي هو الإيقاع البلدي، وإن شاء الله أكون قد وفيت في الدرس. وتحياتي لكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتي، ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.